إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه تصريحات لاعبي المنتخب الوطني. سنتابع أيضا في هذه الأثناء وقبل لحظات قليلة من الآن حضور إذا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حضوره في إقامة الخضر بالقاهرة، والتقى كما نتابع في هذه الصور برئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذا اللاعبين، بالإضافة إلى المدرب جمال بالماضي من أجل تشجيع اللاعبين والطاقم الفني. إذن هذه الصور مشاهدينا الكرام، لي كما نتابع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يقوم بتحية جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني، وجلس أيضا مع اللاعبين وتبادل معهم أطراف الحديث، أكيد حتى هم على العودة بهذه الكأس والتتويج بها للمرة الثانية في تاريخ الكرة الجزائرية بعد 1990. إذا مشاهدينا الكرام، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تنقل بعد وصوله إلى القاهرة المصرية إلى مقر إقامة الخضر، والتقى بالطاقم الفني للمنتخب الوطني، بداية من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي وكذا مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني، وتبادل معهم أطراف الحديث، والحديث لا يخلو عن الكأس، الكأس الثانية إن شاء الله التي ستكون من نصيبنا يوم غد أمام المنتخب السنغالي. إذن اللاعبين كلهم يتبادلون أطراف الحديث مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وهذا بمقر إقامة المنتخب الوطني بالقاهرة المصرية قبل 24 ساعة عن موقعة استاد القاهرة أمام المنتخب السنغالي. هذا وكان قد حل عشية اليوم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمصر تحسبا لحضوره نهائي الكان المرتقب بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره السنغالي يوم غد الجمعة بداية من الساعة 8 بملعب القاهرة الدولي. وقد استقبل رئيس الدولة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أشاد بمستويات المنتخب الوطني الجزائري خلال الدورة، كما تنقل بعد ذلك وكما تابعتم معنا إلى مقر إقامة الخضر بالقاهرة، أين التقى بالطاقمين الإداري والفني وكذا اللاعبين. نبدأ معك محمد رحم، اللاعب الدولي الأسبق، توجت قلنا بكان 1990، هذا أول تتويج وآخر تتويج للمنتخب الوطني. اليوم المنتخب أمام خطوة واحدة للتتويج بالكان، ماذا يقول محمد عن هذا النهائي أمام المنتخب السنغال؟ والله نهائي ما من مع زوج منتخبات اللي فرضوا وجودهم في الدوره. سواء الفريق الوطني اللي كان ضرب بوجه جد مشرف، والفريق السنغالي اللي كان مرشح الاول في الدوره، الانسان ما يتهربش، كان اكبر مرشح باش يفوز ولا باش يكون يلعب الادوار الاولى. دونك نقولوا كاين تشابه شويه بين دوره 1990 و2019. نشوف حتى من الاهداف صدف ان في 2019 رانا مسجلين 12 هدف لحد الان، وفي 1990 كنا مسجلين 13 هدف.
وحتى مصطفى ف ف ف ف سجلوا علينا هدفين صح، سجلوا علينا هدفين في 1990 وللحين في هذه الساعه راه مسجلين علينا هدفين. رانا ثاني احسن دفاع. شوف بلي مقابله راح نعم كاع لي زاتاكون تاع 90 ماركاو لي روبلاسون ماركاو في 90 ثاني كيف كيف. ايه ما لا انا شبهت يعني تشابه كثير بين 90 و 2019 دون شبهت ورقم 9 يتواجد الأقمصة في الأقمصة نفس سبونسور اديداس. نو مصطفى ما والله غير واش شفت انايا حتى هذيك اللحمه وال صلا سوليداريتي بين اللاعبين بين اللاعبين ما شاف لا تشاطروني لا الراي انا عندي بزاف ما شفتهاش صافي واحد من 2009 صح باسكو انا وطونك بتجربتي الصغيره محمد انا راهو تكنيسيان ويعرف دوك بعينك بعين بالعين المجرده تشوف في التدريبات تحس انا نحس باللي نشوف باللي اللاعبين ما كانوا شغل قلت لك من 2009 اليومين هذا ما شفناش هذيك لاكويزيون بين لاعبين المغتربين لي بيناسيونو اللاعبين الجدد هنا اللاعبين اللي الكبار في السن صغار في السن دونك الخطره شفناهم لحمه واحده كاع الناس تكلموا حتى لاعبين مثل محرز اللي ما دخلش في الفريق الوطني حتى لهذ السنه حتى الكاس الافريقيه. مانيش نقول باللي ما كانش يمد وجه في لي كاليتي اللي عنده وفي الفريق اللي يلعب فيه لانه هو بيتريت كاليتي لاعب كبير، ولكن حتى كنا نشوفوه شغل تيميد شغل ما يهدرش ما مع الصحافه ما مع هذه دونك شفناه مصطفى شغل تفتح صح ولا يهدر ولا خاصه من عطاو له قائد الفريق. وهذا اللي حبيت نطرحه على مصطفى معزوزي سبقته اكيد. لماذا اليوم كما يقول لك محمد رحم يقول لك بانه اللاعبين تحروا اليوم في هذا الكان، حتى اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب لعده سنوات ما شاهدناهمش كما المردود اللي قدموا فيه اليوم. فرق كبير بين محرز السنوات الماضيه، فرق كبير بين قديوره، فرق كبير بين فيغولي، فرق كبير بين عده لاعبين اليوم اللي راهم يتالقوا اليوم في المنتخب. ما هو واش تغير اليوم يا مصطفى؟ اولا اللي يعلم الجمهور الرياضي باللي بالماضي عند توليه العريضه الفنيه للخضر في لا بروميير كونفيرونس ما نقولش بون جو فيل دير اونتر كيومي الا شوكي لي بريزون اللي كانوا تما حتى الجمهور كي قال لهم انا نروح باش ندي لا كوب دافريك. او حنا سيتي اون ايكيب سينيستري على بالك حنا كنا نعانيو. انت واش قلت في قرارات نفسك؟ سمعت جمال بالماضي قال هكا؟ لا لا انا كنت ناناليزي الشخصيه تاعو دابور باسكو كنت نعرفو كلاعب كان عنده ليكسي حتى الى ديباسي لي ليميت دي فوا على بالك في دي تروك ما يحبش يخسر ودي فوا خطره خرجوا المدرب ماشي ما يحبش الفريق الوطني زعف كي يخرج باسكو ما يحبش يخرج رمى المايو تشوف يضرب على لي زونتر لي جورناليست سورتو دونك على بالك كي قال هذاك التصريح حنا كاع شفناه تصريح اوزي بصح كونت اون اناليزي لا بيرسوناليتي تاعو الشخصيه هنا شوف لا ديفيرونس اونتر لي زونترينور اون بليس دي كومبيتونس كاين شخصيه لا بيرسوناليتي تاع الانسان وبالماضي كي صرح هكذاك الى كومونسي الى اوفير فتح ورشه الى اوفير ان شونتي كيف فتح الشونتي دار حاجه ما داروهاش المدربين الاخرين بالك نعطيها لكم اليوم بالماضي دار بجوله اوروبيه دونك اللي لوكو هنا هضر معاهم في الجزائر بصح اللي كانوا يلعبوا ما شافهمش في الاستاد كونترارمون اللي يروحوا يشوفوهم يشوفوا لو روندمون هما راحوا انديفيديالمون قصر مع كاع ان كارونتين دو جوار 40 لاعب قصر معاهم وفهم لهم لا فيلوزوفي تاعو الاهداف تاعو واش ينتظر منهم وكان صريح معاهم قال لهم انايا انت اسكو تقدر تكون معايا باش نبنيو الفريق الوطني لوبجيكتيف هذا يا اون ديزيون انكرويابل سي فري كي تشوف اللاعبين هذو هم انفسهم اللي كانوا مع المدربين السابقين وما كناش نديروا نتائج شفت المهزله في الكابون مهزله حقيقيه ما قدرناش نفوز على زيمبابوي خسرنا مع تونس وتعادلنا مع ليرو بلاصون تاع السنغال
برسك وخرجنا من الدور الاول 99% لي جوا اللي كانوا يلعبوا في اوروبا هكذا. واليوم شوف يعني تشاء الصدف هذوك اللي كانوا باسكو بالماضي ثاني تعرض لحمله شرسه قبل الكان. لازم نهضروا الحقائق باسكو هذو اللي دوب الفاس انا ما نحبهمش. ياكل نكونوا صرحاء قبل اعطى لا ليست ياك خويا رحيم اعطى لا ليست طاحوا عليه. كيفاش تديك ديورا؟ كيفاش تدي سليماني؟ ما خلولوش هكذا ولا لا 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 ماشي غير تمام صافا مام سمح لي 16 تاع تاع القطر كان باش نكمل باش ما تروحليش ليدي. دونك هو ما سمعش لا اوبيا سا كونسيونس لا بروف. شوف دار حاجه يعني هذوك اللي كانوا يقولوا لنا مثلا مصطفى ما لم ينتقد انت لم تنتقد جمال بالماضي لما استدعى اسلام سليماني بكل صراحه. لا انا دفعت على اسلام سليماني دفعت عليه لانه حنايا اوني دي زانغرا عاد ننساو بار اكزومبل كي داك ديورا سالوني صحفي قلت لهم بيان سور يديك ديورا علم التجربه والبنيه المورفولوجيه تاعو يسحقوا قلت لهم بلوس علاش تحاسبوه مازال ما بداش سي سون شوا ومن بعد نحاسبوه باسكو ما تنساش في واحد الوقت هذيك العقده في وقت الوراوه كانوا يقولوا لنا ما كاش لوكال يلعب في الفريق الوطني قالوها ولا ما قالوهاش. شوف واش داروا. دير حسابك الى بري 4 جوار كي اون جوي مع ليكيب ناسيونال اولمبيك نعطي لكم شكون بالسبعيني بالعمري عابد وبالليلي وبنجاح خمسه ماشي اربعه. شوف الفريق الوطني دار هذاك التلاحم نحلهم العقده اللي جوا لوكو. انا ما نقدرش ننسى انا ما نقدرش ننسى لا ديكلاراسيون تاعو قال له انايا واحد باش يلعب ليكيب ناسيونال لا سول كونديسيون يسعى الاس 12 هاو يابليكيها. وشوف سبحان الله تلمو الجروب اللي سودي ايروني دي سور ايروني دي سور كي دير ان بوتيت ليكتور تصيب كاع القطر الوطني ممثل في الفريق الوطني حتى من الجنوب الكبير عندنا لؤلؤه اسمها بوداوي. شوف يعني سكيا في لا ديفيرونس ما عندوش الوقت هو باش يبني فريق كبير باش ما نكذبوش على روحنا باسكو سي لي دات فيفا هكذا الشيخ في لي دات فيفا دو دو ان رو غروبمون بار 3 موا باش تقول لي نقدر. هو الى سو اكسبلواتي لي جوار اللي كانوا يعطيو 20% طلع لهم لا كاباسيتي دو روندمون تاعهم وصلت 70-80%. شغل مصنع انت نعطيك مصنع كان ينتج 20% تجي نتايا افيك اون بوليتيك دو ماركتينغ اون بوليتيك دو ديفلوبمون لي ريسورس هيومان طلعها الى ريوسي باسكو سكي لافي. انا درك نامن بلا فيلوزوفي تاع بالماضي. وهنا يا مصطفى خلينا ندخلوا ايضا المدرب والتقني محمد ميهوبي. كلام جميل لمصطفى معزوزي يقول لك بانه لما جمال بالماضي لاعبين كانوا يقدموا حوالي 20% من امكانياتهم في المباريات السابقه وبعد ما جاء جمال بالماضي أصبح اللاعب يقدم 100% من إمكانياته وهذا اللي شفناه في هذا الكان. ولهذا المنتخب الوطني الآن يتواجد في نهائي أمام منتخب السنغال. هل تشاطروا الرأي فيما قال؟ طبعا كي تشوف كيفية اللعب اليوم سواء في حالة هجوم أو في حالة دفاع الفريق كله تغير من جميع النواحي. لا ريكونفرسيون أوفونسيف وديفونسيف تبدلت. اللاعب يمد 100% كاين تلاحم داخل الميدان كاين تعاون كاين اللعب للنفس للمجموعه للهجوم لوسط الميدان الاسترجاعي او الهجومي وللدفاع. يعني هذه كلها كونت فلسفه لعب جديده. بمعنى كنا نقولوا ان اللاعبين تاعنا اللي موجودين في اوروبا لا مش هم اللي ضعاف كيفيه توظيفهم في المنتخب الوطني اللي ضعيف كيفيه استغلالهم هذه قلناها قلناها من الاول ان ماندي موجود في ماراهوش موجود زهر في فريق كبير من في اسبانيا قلنا بالطبع قلنا فلان ماهوش موجود في فريق كبير في فرنسا المدافع. قلنا غلام راهو مستعمل في نابل بهذه الطريقه وكل مره ما يصعد كاين الناس هاي كيفاش تغطي عليه هو يولي كوسط ميدان جهه يسرى. في الجزائر ما كانش يشتغل بهذه الجهه حتى اصبح ضعيف فعلى الجهه اليسرى. يعني كانت اشياء اليوم نعطي لك يعني نقطتين في الهجوم. استغلال بالليلي في فريقه في الفريق التونسي
واستغلال محرز في الفريق الانجليزي بكرات دي لونغ دي بال موين دو لونغ باس اشاك فوا نفس الطريقه اللي يلعب بها الفريق التونسي اتجاه بالليلي او اتجاه محرز رانا نشوفوها. اصبحوا هاد اللاعبين الاثنين اقوياء لان والفوا هذاك اللعب. هذه واحده في 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 التحول الدفاعي كل الفريق يتحول ما عدا اللاعب اللي ما هوش موجود في اتجاه الكره لياخذ مكان اخر من المساحات. هذه كلها طريقه استراتيجيه ويعني متطوره واللاعبين سهل لهم انه يدير ياخذ متر او مترتين في منطقه وما يجريش 20 متر. من الجانب الاسترجاعي موجود، من الجانب التغطيه المساحه موجود، من الجانب لا سوبيريوريتي نيميريك احنا اكثر. علاش؟ لان الاستغلال متر مترتين ثلاثه ما راناش نجرو بزاف، ولكن رانا نلعبوا بالتوظيف الصحيح. ثلث امتار ربع امتار تربح مساحات كبيره وانت تلعب بان بلوك كومباكت على حساب وجود الكره وين تضيع الكره ولا وين لازم تسترجعها. هذه في حاله تضيع كره. اليوم الطريقه هذه انا نقولها باتم بكل اسمها طريقه حضاريه يلعبوا بها نوادي كبار في اوروبا ويلعبوا بها منتخبات كبيره مثل فرنسا مثل الفريق المانيا مثل الفريق البرازيلي مثل فرق كبيره اللي عندهم تفكير تكتيكي صحيح. وهذا اليوم يعود لمين؟ يعود للناخب والناس اللي معاه اللي راهم في الخفاء. ويا محمد سنستمع لهذا التصريح، اول تصريح مشاهدينا الكرام لجمال بالماضي الذي اكد بانه ليس هناك تحضير خاص بالنهائي، لكن الكل على هبه الاستعداد والتركيز ياتي وحده في هذه المواعيد. نتابع. On essaie de faire en sorte de la préparer de la même manière que l'on a préparé tous les matchs jusqu'à présent. La concentration se fait quasiment d'elle-même. Les joueurs, le ressenti des joueurs et l'approche qu'ils ont par rapport à ce match est très clair. Donc parfois, il n'y a pas... même pas besoin d'en rajouter. Le plus important, c'est de rester et concentré et déterminé comme on l'a été jusqu'à présent et en même temps avoir une certaine tranquillité. Si vous avez vu la séance d'entraînement hier, vous aurez compris que non, après cette séquelle, on est 200% prêt physiquement. Par contre, nous, nos derniers matchs, on a eu la chance de ne pas aller dans le temps, dans les prolongations. Ou qu'on est en train de préparer ce match-là à tous les niveaux du mieux que l'on peut, avec évidemment l'objectif de gagner. On arrive en finale, c'est évidemment pour la gagner. Entre, si on veut parler du premier match, en tout cas du match de groupe, et celui-là, c'est totalement différent. ولي تابع تصريح جمال بالماضي يقول لك بانه التركيز ياتي وحده في النهائي، يعني اللاعبين سيركزون لوحدهم لانهم في مباراه نهائيه وامام منتخب السنغالي. بالنسبه لتصريح الناخب الوطني جمال بالماضي اللي سبق المباراه صباحه اليوم، كان الكلمه المفتاحيه فيه عنوانها التركيز، ركز على انه لازم اللاعبين يحافظوا على تركيزهم في هذه المباراه، وايضا حاول من خلال تصريحه انه يبعد الضغط نوعا ما على اللاعبين من خلال قوله انه هذه المباراه راهم يحضروا، ولو انها مباراه نهائيه من المفروض يكون التحضير تاعها ليس ككل المباريات التي سبقت، لكن هو قال انه هذا التحضير لهذه المباراه مثل ما حضر للمباريات السابقه في خطوه لتخفيف الضغط على اللاعبين. وركز كثيرا على كلمة التركيز، لأنه يدرك تمام الإدراك بأنه مباراة مثل هذه نهائي كأس أمم إفريقيا ستلعب على تفاصيل دقيقة وعلى جزئيات، وهذه الجزئيات شكون اللي تحسمها؟ يحسمها لصالح الفريق الذي يحافظ على تركيزه إلى غاية الدقائق الأخيرة من المباراة. يعني الآن لو نلاحظوا أيضا من خلال تصريح الناخب الوطني قال أننا جاهزين لهذه المباراة 200%.
كإشارة واضحة أنه جل لاعبين واعون بثقة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعازمون على رفع التحدي في هذه المباراة. وليد وكل ضيوف راح تابعوا معي مشاهدينا الكرام هذا الفيديو وهذه الصور الجميلة وهذا الهدف الذهبي الذي سجل في الدقيقة 38 أمام منتخب نيجيريا. اللاعب شريف وجاني تألق وسجل هدفا تاريخيا أدخل المنتخب الوطني من أوسع أبوابه وتحصل على النجمة الأولى. إذا هدف لي وجاني سنتابع هذه دي فينال يلعبهم. أنا والله ما سمعت الكونفيرنس دي بريس لعبهم لعب سورتو لي ربع نهائي نصف نهائي مع نيجيريا هاد لي دو سي دي فينال ما سي دي كرو كاليب كما يقول لك ماشي سيشيل وهذوك اللي كنا نلعبوا معاهم مع الاول دونك دوك واش يخافوا غير من الضغط كاين دي اللاعبين اللي بوتيتر اللي يقول لك لا فينال قدامنا يروح لهم بوتيتر لي ماير كوتش بوتيتر لي ماي شي با بزاف امور ستريس يقدر يروح لهم المار دونك واش ينحي لهم الضغط جميل سو لو بلان جو راهم يلعبوا راهم يدخلوا بلعب كما يقول لك رجولي لا يلعبوا يديروا دي فاز دو جو ماشي كامل ماسي نورمال يعني الشيء الابرز اليوم هو تخفيف الضغط على يلعبوا نعود لك كلام جميل محمد راح مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل. عودة اليكم من جديد مشاهدينا الكرام الى حصتكم صدى الكان وسنتابع التصريح الثاني للمدرب جمال بالماضي الذي اوضح بان مشوار الجزائر يجعلها تستحق التتويج باللقب القاري ثم نعود للنقاش. الميريت سي بان ريغاردون لو اني جو كرو لا ميور ديفونس لو ميور اتاك ميور ديفونس نو السنغال ا ان بوت دونك ديزيام ميور ديفونس avec un but de différence meilleure attaque de cette coupe d'Afrique quasiment gagné tout on a gagné tous nos matchs sur le temps de jeu. Parcours est quasiment parfait. Donc voilà, c'est pas moi de dire si on mérite ou pas. C'est les performances et les statistiques qui pourront nous dire ça. مصطفى معزوز ما تشوش بانه من غير المعقول اليوم هذا المنتخب لا يتوج بالكان خاصه لما تابعنا مشوار المنتخب الوطني سجل لك 12 هدف وتلقى هدف فقط في هذه هدفين في هذه الدوره وحتى المنتخب السنغالي الهدف اللي تلقى هدف واحد فقط من طرف المنتخب كان من طرف يوسف بليلي. شوف سي تان باركور دو شامبيون هذا خلاص دونك دو لافي دي زوبسيرفاتور انترناسيونال ماشي بعض المحللين اللي سامحهم الله يكريتيكيو في لا فيرغول ميم شفنا بعض والله نشوفوا دي فوا دي زيماج تقول ما راناش نتابعوا نفس المقابلات وما راناش نشوفوا نفس الفريق الوطني ربحنا مع نيجيريا يقولوا علاش ما درتش تغيير تي فوا هنا كاين خلل والخلل الثاني انا نقول لك بالماضي درك انا ما خفتش على ليكيب ناسيونال تعرفوا الصراحه تاعي انا نقول للجمهور الرياضي انا تنبأت بفوز الفريق الوطني تنبأت وان شاء الله نفوزوا عليه وفي 90 دقيقه بصح انا خفت حاجه ونقولها هذه تبرئه ذمه ونصيحه في سبيل الله تاع واحد اللي يدير سياسه ويدير رياضه هكذا الجمهور الجزائري لكن يدير اسمح لي لو نبقى في الرياضه بيان سير اليوم رياضه اسمح لي خليني نهضر خرجت الالاف من الجزائريين لا حبيت نقول لك في كل ولايات وفرحوا ان شاء الله رانا درنا ام درمان اثنين هذو اللي راحوا لمصر ماذا بهم يديروا في راسهم باللي حنا رانا ضيوف عند الاشقاء المصريين ما لازمش نتكلموا سياسه في الملعب نقول لك علاش مطلوب. نقول لك علاش احنا ما لازمش علينا ياك ممنوع علينا كبلد ندخلوا في شؤون السياسيه والداخليه للبلد الشقيق المصري احنا نروحوا نهتفوا للفريق الوطني ونغنيوا ندعموا معنويا الفريق الوطني كي نوليو نجيبوها كيما يقولوا سماوها الكحلوشه واقيلا نجيبوا هذه الكحلوشه هذه للجزائر ونديروا الافراح بصح ما نديروش الافراح قبل المقابله ما لازمش نسعوا ليكسيد كونفيونس
ما لازمش نسعى ونكملوا كما كنا. لازم نستخلصوا العبره من بالماضي. شوف لا لوميليتي تاعو كاع لي كونفيرونس بريس جامي يضحك. اني جامي ساتيسفي. يقضى الماتش يقول لك مازال، يقضى الماتش مازال. انا ما تشوفش ايضا حتى الوصول الى المباراه النهائيه هو تتويج للجزائر. لا 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 اسمع اسمع حرام حرام حرام. لا لا يفو با لوتو ساتيسفاكسيون ماشي مليحه. صافي وصلنا لا فينال ديجا ديجا نو لازم نديوها ونديوها. اكيد لا لا عندنا ليسبري دو غانيو. هذ لي جوار هذو درك شوف سي با لابيد لي موتيفي. واش قال لك بالماضي؟ قال لك بريباراسيون نورمال. سي فري سي بريباراسيون نورمال. ما عندكش واش تقول للجوار في الماتش لا فينال كيما هذا. لا موبيليزاسيون الي اوتوماتيك، لا كونسونطراسيون الي اوتوماتيك. شكون اللاعب هذا اللي ما حبش يربح كاس افريقيا؟ هذه وحده. قلت لك الجمهور، الجمهور دعم كبير 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 للفريق الوطني. سي تان ناتو نون نيجليجابل. على بالك كي يدخلوا صارت في 2009، على بالك كي خسرنا مع مصر 2-0 دونك لعبوا الباراج، لعبوا في السودان في 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 ام درمان. اللاعبين كانوا ينتظروا الدعم. كي قالوا لهم كاين جسر جوي، واليوم ايضا هناك جسر جوي. قالوا لهم جسر جوي اللي جوار ما امنوش ما امنوش. على بالك وقتاش امنوا؟ كي دخلوا الميدان قبل المقابله شافوا 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 هذاك الملعب مكتظ من اخره بالجزائريين. تما والشيء ايضا اللي ادهش الجزائريين يا مصطفى، تابعت مباراه النصف النهائي بملعب 5 جويليه، حضور العائلات الجزائريه. استاد معمر ما كانش الماتش. استاد معمر يلعب بدون مقابله. شيء غريب مذهل اليوم. شوف الشعب هذا، الشعب هذا حتى غدا العائلات الجزائريه راح تكون. وزيد نقول لك حاجه، لي بلاص اللي جبت ما كاش المايو هذا تاع الفريق الوطني اللي انتقدوه بعض الاشخاص. ما تصيبوش ميم كونتر فاسون ما كاش، ميم فوتوكوبي تاع المايو ما كاش. درك حبيت نقول لك هذا، ماذا بهم ما لازمش نخسروها مع الاشقاء المصريين. اليوم مصطفى بقميص المنتخب الوطني. غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله. انا نلبس ديجا انا الباك سايد باش نصيب لاط تاعي. ولا باش نوليو سيريوزمون المقابله هذه. ما لازمش نديروا لهم امبرسيون انوتيل. انا نتكلموا كاع على التتويج. انا ما عجبتنيش كي وراو الحافله هذيك. خليها مفاجاه، علاش توريوها؟ خليوها مفاجاه ومازال ما قضاش الماتش. خليونا ما تصرناش كيما اللاعبين الالمانيين. بعض الاخر يقول لك تفاؤلوا خيرا تجدوا. معليش انا نو شوف انا نامن بحاجه، نامن باللعب فوق الميدان. فوق الميدان ما كاش اللي يربح الفريق هذا، ما كاش. انا نقول لك فوق الميدان ما كاش اللي يربحنا. قيل حتى شوف لو نحكي لك مع المنتخب البرازيلي. شوف كاين واحد، كاين واحد صديق صديق راح شاف المقابله ضد كوت ديفوار باش يشوف عظمه فريقه. شوف راح شاف المقابله، كان في لا تريبيون في المدرجات ياك يعني، ضد لعبوا تحت 40 درجه والرطوبه 90%. على بالك قال لي قسما عظما، قال لك ميم حبينا نبكيو الدموع ما تقدرش تنزل، نشفت الدموع. قال لك كل 5 دقائق لازم نشربوا الماء. هذو ماشي ما لعبوش. واللاعبين تاعنا شوف المقابله الرجوليه 120 دقيقه. كي تلعب هذيك المقابله البطوليه وتخرج على خير، والله غير نديو لا كوب دافريك. متفائل كثير محمد مصطفى. انا نولي لك غير هذوك الانتقادات، والله غير عمري ما من من منتقد ناس. ولا قبل ما تبدا، شفت انا قبل انت كنت تقول لي مقبله كانوا يخرجوا ناس ينقدوا لي تشكيله ولي 23 وقديورا وسليماني وهادي. مام يدي زوج يميريت قديورا وهادي، قال يديهم باسكو سي دي زونسيان. حليش حليش هذا ما تقدوش انت محمد. وانا كي تلعبين كوب دافريك تلعبها بكان 16 جوار، كاين دي فوا تدي واحد اثنين قدامنا على جال باش لو روندمون قدامنا، وما تحب تحتاجو ممكن تلقى حليش. اسمح لي برك هذه قبل ما ننساها محمد. معليش هذه قبل ما ننساها. اون بليس دو تشكيله كي دار رايو، دار حاجه ثاني ياك الى ديفي كاع لي زالجيريا. هذه لازم نتكلموا عليها. الشعب الجزائري كاع خاف زفان هكذا. قال لك ومن بعد بعض المدربين دخلوا في بلاستو، ينحي ماندي يديروا ادروات، يدخل حليش الفلسفه. انترينر اللي عنده شخصيه، مدرب اللي عنده ياك ثقافه لعب، واش دار؟ الى بروتيجي سون جوار. صافي انتوما كاع
صافي انتوما كاع قلتوا لي ما لازمش يلعب زفان وانا نلعبوا لعبوا ونشوف الروندمون تاع زفان. هنا تفهم اسمح لي هنا تفهم باللي المدرب هذا عنده قوه الشخصيه ما يسمعش بكري على بال كومبوزيسيون ديكيب التليفون نحي هذا دير هذا فريق الوطني كان يسير بطريقه تاع الحومه الحمد لله. مصطفى نقول لك هذه غران دافوسي وشي كراسه بالماضي تو كومبر تفهم كلش. الماندي واش قال له؟ قال له محمد معباش لا كنت سمعت التصريحات تاعو قال له انت في 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 بيتيس تلعبوا 3 دارير انا هنا سي با باري نلعب 4 دارير لاعبين ديفونس بلات هذه تقولها اللعاب ديالك اللي راه تلعبوا تيتولا جاب لي ربي دوتر مي وسبا ما باش يقولوا اللعب قال له تسمى لازم انت تسقم روحك باش تدخل في الخطه ديالي ودوكا ويلعب جاب لي ربي ما شفناش موندي ملي جا ما شفتوش يلعب صح ملي جا ليكيب ناسيونال ما شفتوش يلعب لاسيورونس سيرت راهو معاه واحد يباليتو اللي هو بالعمري مي اون بون كوفرتير اون بون ليكتير دو جو تاع موندي دونك هذا المدرب باش نولي لك الناس اللي كريتاوك مقبله باش نكمل برك في الحديث كريتيك حتى من سمعتهم سواء بلي زونسيان جوار ولا ماشي دي زونسيان جوار ميم كان دي زونسيان اونترينور وسامحهم الله قال لك علاش راح القطر اه صح قال ما عيب ودوكا راهم يصفقوا يهضروا يهضروا طيب بلي راهم اللي احنا ما كنت قاعد كيفاش تروح القطر سيد الى بريفيري روح القطر حبي يروح للمريخ هو الاونترينور هو اللي عطاه عنده هذه انا كي تخلص هذه يا خويا تخلص كومبيتيسيون مالغري دوكا الناس اللي تعرف فوتبول وتخلص لا كومبيتيسيون نديروا الايجابيات والسلبيات. جميل ايجابيات كلام جميل محمد. حتى الناس مازال كاع ما ديماراش بديت تقول له علاش راح ومن بعد تغلق غلق عمر نكمل لك هذه عمر غلق باش يخدم اليز يغلق شفت محمد نهار ما با فولي ديفيزي هذاك لي دو ماتش العالم ولا مساحه ولا ما عرفتش ولا في حاجه خلاص دوك كلش باين نو كل واحد يلي ليه لازم نتعلموا نحترموا الناس كل واحد يلي ليه بريلي سيليكسيونور يدير واش يحب انا يا ما يدير واش يحب نحاسبه مع الاخر دونك تغلب عليهم كامل ماهوش بعلم قال ما كاش هذا غير بحوايج اللي جويس اللي لويال حقاني منا الناس كانوا مظلومين مثل بن عمري وبليلي وبالناصر وهادي عاود عطى لهم فرصه وهادي كذا منا وهذا مشات نورمال والحمد لله. محمد يقول لك محمد رحم بانه انصف العديد من اللاعبين جمال بالماضي وعلى سبيل المثال جمال بن عمري وكذا يوسف بليلي وهما يقدمون الكثير لهذا المنتخب. خلينا نبقاو في المباراه النهائيه امام منتخب السنغال يوم غد ان شاء الله. البعض ايضا يقول لك بانه هذه المباراه تلعب على جزئيات، هل صحيح هذا القول؟ يعني الكل يقول لك بانه مباراه نهائيه دائما تلعب على جزئيات، هذا الكلام هل صحيح هذا الكلام ام فيه كلام اخر؟ تلعب على جزئيات لاسباب كثيره، لاسباب انه كاين منتخبات او فرق يعني حتى وتنشط في بطولات وطنيه او بطولات اوروبيه في النهائيات كلها تحاول انها تغلق المنافذ وتغلق المساحات باش تلعب على الاقل على لقطه او مخالفه او ركنيه او كونتر اتاك او خطا. اليوم الفريق اللي امامنا احتراما له عنده نجوم صح ولكن ادى مقابله كبيره في المقابله الاولى وادى مقابله جميله في المقابله الثانيه مع الجزائر. بعد انهزام مع الجزائر ما عرفناش السنغال. احترم ما عرفناش السنغال بعد تونس ما عرفناهمش ماشي السنغال اللي لعبت المقابله الاولى او المقابله الثانيه او المقابلات الاولى. تذبذب كبير خاصة في التفكير التكتيكي والتمركز، عاود شفت كل مقابلة تاعهم على الأقل مقابلتين لكل مقابلة. عاود شفتهم يعني كيما شفتهم وكأنك مدرب المنتخب الوطني. أنا نحب نشوف خاصة في الليل ما يجينيش النوم صلاة ولا الفجر ولا وراني نشوف في الباين والباين تعود المقابلات. يعني فيه اختلاف كبير ما بين المقابلة الأولى والثانية والثلاث وربع مقابلات اللي لعبوهم بعد مقابلتين الاثنين. وين الفريق السنغالي الى بيردوكو هذيك لا سيرينيتي الى بونسي تاكتيك لو بلاسمون سو تيران اصبحوا يدافعوا اصبحوا يجروا كما يجروا اصبحوا فريق اللي يجري الفريق تاع زمان نقولها نحترم سيسي نحترم اللاعبين لو يلعبوا معنا بهذه الطريقه
خاصة مقابلة تونس أو مقابلة ما قبل تونس. أنا أقول لك بال يعني كيفاش راهو يلعب المنتخب كما قالوا الجماعة، كيفاش راهو يلعب نكملوا معاهم في الشوط الأول. إذا لعبوا من الشوط الأول محمد تاكلين بزاف على الفرديات، ما عندهمش بعد الانهزام، ما عندهمش فارق عندهم فرديات صح محمد. بعد الانهزام، بعد الانهزام ضد الجزائر فقدوا المجموعة، أصبحوا يلعبوا بالفرديات، أصبح كوليبالي يعني خلاص. هذيك كوليبالي اللي كان شفناه في مقابلة الجزائر صح صب مشاكل كبار ضد مهاجمين خاصة هما وقفوا اللي هما لا لا اللي هما وقفوا قوة السنغال. وكانت واش كانت خروج الكرة من وراء ويعني يبنيوا اللعب عند ظاهر الأيمن اللي يلعب في أوروبا لا يردوا تاعهم هذاك وكوليبالي هما اللي طلعوا الكرات. الجزائر ضعفت لهم قوتهم باش يخرجوا الكرة. هناك صبح ضعف الفريق السنغالي، الكرة ما تمشيش للأمام ومنعنا الكرات اللي توصل للماني. معلاش؟ خاطر الكرات من الأول ما خرجوش، كي ما خرجوش حرمنا ماني. هنا تغيرت بعدين بعد المقابلة هذه، أصبحت يعني شكون خلوطة بأتم معنى الكلمة. ماني يدخل الوسط، هذا يجري، مش خطة، أصبحت فرديات، كل واحد يروح يجيب كرة، كل واحد يجري، وفي بعض الأحيان يوصلوا بخمسة للهجوم، يوصلوا بخمسة للهجوم ضد تونس. فريق تونس يحترم له، ما عرفوش كيفاش يسجلوا في دارهم. لو كانت عندنا الفرص هذيك وين خمس لاعبين كي تضيع الكره وتخرج الكره في الشوط الثاني يعني في ميليو تيرا، وتكون عندنا كونتر اتاك ووراءنا خمس لاعبين سنغاليين، كان الجزائر تسجلهم على الاقل ثلاث اهداف اربع اهداف. اون با اي شانس معنا، كانوا منظمين في وسط الميدان دفاعيا، كانوا واقفين في اربعه ودفوا خمسه كي نكونوا نشطوا بالكره. لهذا اليوم لو يلعبوا بهذه الطريقه الفرديه انا اقول لك باللي من الان نقول مبروك. ولا لعبوا بطريقه دفاعيه، لازم الشرط الواحد وهو ان الفريق الجزائري ما يتقلقش، يجي الهدف في وقت من الاوقات ولكن يجي الهدف. محمد الشركي ايضا وليد تابعت ما قال المدرب والتقني محمد مهوبي، هل صحيح بانه مردود المنتخب السنغالي تضاءل والمنتخب السنغالي ليس بالمنتخب الذي كان مرشحا للتتويج بالكان، والكل كان يرشحه ويقول بأنه هذا منتخب قوي، منتخب كبير، والمنتخب الذي سيقدم الكثير في الكان، وصحيح لم نشاهد المنتخب السنغالي بتلك القوة التي تحدث عنها الكثير؟ لا، بالنسبة للمنتخب السنغالي منافس الجزائر في مباراة نهائية غدا، نظن أنه راح نبخس له من حقه لو نقوله أنه منتخب عادي، ولا هو منتخب قوي جدا. أنا ربما نظري ربما أنا ما تخوفناش يا وليد. لا أنا نشوف ربما كان اللاعب سابق أحمد راحم كان قال أنه المنتخب السنغالي ما عندوش قوة المجموعة. أنا نشوف العكس، أنا شخصيا في رأي المتواضع أنه عنده مجموعة، عنده فريق قوي ومتماسك، وفريق اللي كان مرشح وما زال مرشح وما راحش يكون سهل في النهائي. هذه من وجهة نظري الخاصة وفق معطيات. أنا النقطة اللي نحب نركز عليها هي أنه مشوار المنتخب الوطني إلى غاية النهائي ومشوار المنتخب السنغالي إلى غاية النهائي كاين دو بول. لابول تاع المنتخب الجزائري كانت قوية مقارنة بالطريق اللي مر عليها المنتخب السنغالي. احنا مرينا على كوت ديفوار، مرينا على نيجيريا، اما بالنسبة للمنتخب السنغالي مر على المنتخب على البنين وعلى المنتخب وعلى المنتخب التونسي اللي ماهوش قوي. نهضر مع كل احترامنا للاشقاء التوانسة، ولكن المنتخب التونسي ديجا مجرد وصوله للنصف النهائي بهذا المستوى هو انجاز كبير بالنسبة للمردود في المقابلة تاع تونس. تفضل. اللي ميريتي باش يجو سي لا تونيزي. بالنسبه حتى انه المنتخب للامانه منتخب تونسي ضيع ركله جزاء الاولى ليه، بعدين تحصل المنتخب السنغالي على ركله جزاء وضيعها هو الاخر. انتم لاعبين تعرفوا بالمباراه مباريات مثل هذه النصف النهائي والنهائي والادوار المتقدمه تلعب على جزئيات. صح وليد، نهضر لك على الفرص برك، نهضر لك ما نروحش معك بعيد، نهضر لك على الفرص اللي ضيعوها الفريق التونسي. حتى فورس كثيره ولعبوا وسو لو بلون جو لعبوا احسن من الفريق السنغالي. فريق سنغالي تحب ولا كان مرشح فوق العاده. شوف الافارقه هذو مع بعد غير
ليكسبيريونس اللي عندنا حنايا حتى وين يكونوا لاعبين كبار اللي جازوا على شوف كيما نقولوا بالعاميه زواخين لي غران جوار تاعهم سي دي عندهم بزاف لا فريم فوالا كاين دي فوا يحبوا يلعبوا الفرد اللعب الفردي كي يكونوا لاعبين كبار وخاصه لا طاحوا في مدرب حنا قلت لك لا كيفاش كنا نلعبوا كيفاش ولينا وكيفاش الناس دخلت في الصف باش تعاود تولي هما سو بابي خير مديونا يلعبوا في لي غران كلوب لي سينيغال مي ما عندهمش قوه المجموعه هو اغلى منتخب اليوم حوالي 380 مليون اورو دونك البوان فور ديالهم سي الميليو تيرا عندهم ميليو تيرا رويال مي ما متش ساتيسفاكسيون ما دوالو انت كنت تهضر فيها كيفاش الفريق التونسي كيفاش لقى الثغرات محمد يطلعوا يحبوا يروحوا ياتاكيوا 5 ومن بعد يولوا خلاص شغل ومنتخب السنغالي الاسماوات جامي داروا هناك وليد تاهل على البنين بهدف دون رد السنغالي قوي جدا في الجانب البدني لا لاحظت في خلال مشواره قوي جدا في الجانب البدني يكمل المباريات تقريبا بنفس الريتم اللي يبدا به المباريات اسمح لي ما يتغلطش وهذا العامل مهم جدا في مثل هذه المباريات شوف ما قلناش باللي ما قلناش السنغال ما قلناش الفريق السنغالي الضعيف الفريق السنغالي قوي وعنده لاعبين كبار لو يلعب غدا يغلق لك المنافذ ويوقف وقوف اخر كما قال ضيوف المعنى تاع ضيوف انها مقابله نهائيه راح تلعب على نقاط وراح نغلقوا اللعب حتى المدرب سيسي قالها المدرب تاعهم غدا ما نستناوش ان الفريق راح يلعب كما لعب معنا في المقابله الثانيه وكما لعب في المقابلات ما بعد الجزائر لان مقابلات ما بعد الجزائر ظهروا انه فريق فيه نجوم كما قال لك فيه وسط ميدان رويال فيها عنده مهاجم احسن من احسن مهاجمين في العالم وفي افريقيا هو ماني ولكن ما عندهمش نفس التنظيم في كمنتخب جزائري انا اقول لك اليوم وراه الفرق بالماضي قوي تكتيكيا على سيسي بارك الله فيك هذا هو الكلام هنا كلام جميل هذا هو الكلام كلام جميل محمد وليد فاصل ثم راح نعود لكم مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل عودة بأسماء حضرتكم مشاهدينا الكرام إلى حصتكم صدى الكان للحديث عن آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري الذي سيواجه المنتخب السنغالي يوم غد بملعب القاهرة الدولي في المباراة النهائية للطبعة 32 من الكان. نعود لك الإعلامي مصطفى معزوزي لو نتحدث له على واحد الأمر اليوم لو نطرح لك سؤال ونقول لك لمن يعود الفضل اليوم في تواجد المنتخب الوطني في النهائي؟ في النهائي اولا لازم الفضل يعود لجميع اللاعبين الطاقم الفني كي نقول الطاقم الفني حتى لي كيما يقولوا لي ميدسا لي كيني اكسيتيرا حتى الديتيسيان على بالك ميم الماكلة على بالك عندها وزن مازال ما ذكرتيش المدرب المدرب درك كيفاش المدرب المدرب يعوض المدرب هو هو كلش بصح يفورو ميرسي ثاني بون ماشي سي لور ديفوار انا ما نحبش شوف نسعوا ثقافة جديدة في الفريق الوطني ما لازمش نرميرسي واحد اللي لازم يخدم باسكو إلي لا بور ترافاي فهمتني انا نجيب مدرب نجيبه باش يخدم ولا باش يقعد فهمتني دونك لا فاف اوسي عمي لي مويا هو يعني باش نضحكوا شويه بارابور 2017 كان جديد مع بالماضي في 2017 المدرب هذاك كيوكيو انا سميتو كيوكيو ليكلز كان سمح للاعبين باش يجيو بالمخايد يجيو بالمخايد والحمد لله مع بالماضي ما كاش المخايد ماشي فريق النائمين فريق العاملين يخدموا من فترة يخدموا يحلوا المايو هذاك اللي بورتيوه باسكو سي امبورطون يفو افوار لا راج هذيك دو كاني وانا شفت حاجه في لي ريزو ما عجبتنيش وتعرفوا الصراحه تاعي كاين بعض الناس محسوبين على روراوا يقولوا لك الفضل كل الفضل يعود بالماضي وبالماضي فقط راني معاهم في حاجه ولا قالوا هما ثاني رحنا لا كوب دي موند دوزيام تور بفضل الي لوزيتش وفقط ولا بصح قالوا بليك رحنا لا كوب دي موند كراسا روراوا لا خلينا نكونوا صراحه كان يقال انه رئيس السابق محمد روراوا كان له الفضل في تواجد المنتخب الوطني ايه قاموا يقولوا هكذا هم يقولوا هكذا دونك لازم تسعوا الشجاعه ثاني تقول ثاني مما ما مزلش عنده الفضل باسكو تي ترافاي ديكيب
ونزيد نعطيك حاجه كونتريرمون اسكو كون بويس دير رئيس الفاف ما يتدخلش في شؤون تقنيه هذه. وكاينه حاجه الناس بزاف قال لك الشعب اللي جاب بالماضي ولا الشعب اللي يجيب لي زونترينو صافي فوضى. ماشي الشعب اللي جاب بالماضي، لا لا كان مطلب شعبي، ومطلب شعبي هذا شكون جسدو؟ بزاف هم يهضروا في لي بلاطوم يكذبوا ياك سونت اون تران ينافقوا. انا نعطيكم الحقيقه، الحقيقه بالليك حكيم الدان سي لينيسياتيف تاع حكيم الدان راح تفاوض معاه في بكل سريه في باريس كي تفاهموا على لي غرون ديتاي بيان سور افيك لوتوريزاسيون دو بيرو فيدرال اكيد بها توصيه من رئيس الاتحاد خالد زوتشي. باسكو زوتشي دار خطا جسيم نهار جاب الكاراز، نهار جاب الكاراز كان ان شوا بيرسوناليزي، قال لهم خليوا لي المدرب ليا سايتي ان فياسكو، اعترف بالخطا تاعو ومن بعد ولا العمل الجماعي باسكو الماجر على بالنا كاع بلي العصابه اللي جابتو سعيد بوتفليقه اللي جابو دونك سي با ان شوا سبورتيف. فهمت انه ما نلومش زوتشي والجماعه تاعو على ماجر ماشي هما بصح بالماضي اللي قلنا نقولوا ان شوا بار ديفو سي فري راحوا يجيبوا المدرب الايراني كيروش كيروش عيطوا له منا سامحهم الله بالماضي كان دار لي شوا فهم باللي علاش قعد في فرنسا 132 زون. الناس ما يحشموش ما يخافوش ربي باسكو خافوا ولا هذا الفيدراليه تنجح. الفيدراليه السابقه يا مصطفى لما تقول باللي عيطوا له هل صحيح عيطوا له؟ عندك عيطوا له واسمع انا نخاف نفضح نخاف نفضح باسكو درك لازم نفرحوا باسكو على بالك انا ما نقبلش حاجه واحد اللي يخدم حاجه مليحه نقولوها درك هذا زوتشي ياك كيفاش نكريتيكيوا كيما رواوا رواوا 15 سنه هذوك الاشخاص هذوك اللي ينتقدوا درك زوتشي في وقت رواوا صم بكمون ما كانوش يخافوا ميمي كريتيكيو درك مع زوتشي كريتيكاو المايو كريتيكاو سيدي موسى قال لك ناض الحشيش ما ناضش الحشيش مليح نيمبورت كوا فهمتني اون بلوس تي بو با كريتيكي واحد 15 زون واحد اللي لا دوبوي 2 زون داروا اخطاء لا فيديراسيون وي داروا اخطاء بصح الشوا دو بالماضي بالماضي اون بيرسون قال لك انا الشوا ا ولا زد انا ليسونسي شو اونترينور دو ليكيب ناسيونال مصطفى لهذه الدرجه يتصلوا بكيروش ويقولوا له قالوا له قالوا له ما تجيش قالوا له ما تجيش تفاهموا على جميع كاع لي ديتاي غدوا من ذاك خرج لهم خرجه قال لهم ما نقدرش باسكو جي دي ريزون مصطفى في هذه المعلومه نزيد 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 لك راني نقول لك حكيم الدان اثر على الشوا تاع بالماضي حكيم الدان والناس درك ميم في لاكوب دافريكا هذو خرجوا الدعايات باللي بالماضي ما يتفاهمش مع حكيم الدان نعطيها لهم اون اكسكلوزيفيتي وانا جاسوم انا نعرف مليح حكيم الدان جاري في تيزي وزو وما يقدرش يخبي عليا باسكو كان يخبي عليا انا ثاني ننتقدو يقسم لي بالاله قال لي مصطفى مع زوزين وكلوا عليهم ربي علاش هم يديروا لنا هكذا باسكو نشفى انا في وقت وراوا منصوري ماناجير جينيرال وليد صادي ماناجير جينيرال جامي لون كريتيكي حكيم الدال باسكو انتاج محلي 100% اللي طون طران دو فير ان اكسيلون ترافاي دو كورديناسيون مع لي جوار مع الستاف تكنيك سو البلون لوجيستيك سو البلون تكنيك يطيح عليه ما يتفاهمش يتفاهموا اميرفال او بالماضي وكان ما يتفاهمش مع حكيم الدان تي بونس كو واحد الشخصيه كيما تاع بالماضي يخبيها ما يخبيهاش فهمتني كلام جميل دونك سي تان ترافاي كوليكتيف مصطفى معزوز اسمع سي تان ترافاي كوليكتيف عندنا مباشر من مطار كوليكتيف بصح الكرام استسمحك مصطفى معزوز مشاهدينا الكرام اذا ننقل لكم هذه الاجواء الجميله من مطار هواري بومدين الدولي وانصار المنتخب الوطني الذين سيتنقلون الى القاهره المصريه محمد العروسي انت معنا على مباشر اهلا بك وبالمناصرين الجزائريين اهلا بك راح نعود لك بعد قليل محمد نعود لك مصطفى نكملها. قلت لك دونك واش حبيت نقول لك قلت لهم بلي الفضل بيان سور يعود 99% سور بلون تكنيك سور بلون تكنيك مي في لي ريزو سوسيو راكم تشوفوها قلنا له البرمادي درنا اون ايكيب درنا زوج فهمتني سا فو دير كو الى ترافاي الى ريوسي الحمد لله وانا حبيت ان ميساج درك سي فري درك باسكو ليكيب ناسيونال سي لارب كي كاش لا فوري الشجره التي تغطي الغابه دونك اون دوا كابيتاليزي il faut capitaliser l'équipe nationale عندها un nouveau statut inchallah هكذا avec الكاس الثانيه هذه ومن بعد لازم il faut travailler
الفوتبول ناسيونال نعاودوا نوليو البطوله المنحرفه هذه مصطفى باش نعاودوا. المباشر حاضر مشاهدينا الكرام. اذا نعود لك محمد العروسي، هل انت في الاستماع محمد؟ انت معنا على مباشر، تفضل. اهلا بك زميلي عمر وبكل متابعي قناه النهار. نعم زميلي عمر اهلا بك وبكل متابعي قناه النهار. اذا نتواجد هنا منذ يعني مساء اليوم في مطار هواري بومدين، اين طبعا يتوافد العديد من مناصري المنتخب الوطني هنا الى المطار من اجل الذهاب ومناصره المنتخب الوطني الجزائري في نهائي الكان. طبعا منذ صباح اقلعت حوالي 4 طائرات من طبعا لشركه الخطوط الجويه الجزائريه اقلعت الى القاهره عدد من المناصرين، ويتواصل طبعا تتواصل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو القاهرة في جسر جوي أقرته السلطات الجزائرية بحوالي 4800 مناصر جزائري سيتواجدون غدا في القاهرة من أجل طبعا مناصرة المنتخب الوطني والعودة إن شاء الله بالكأس. يتواجد عدد من المناصري الذين سيقلعون بعد يعني دقائق من الآن، يعني بعض من الوقت من الآن سيقلعون نحو القاهرة للتوجه إلى القاهرة ومناصرة المنتخب الوطني. مرحبا بك خويا. الله يسلمك خويا العزيز. قلنا خويا كيفاش شفت هنا، يعني كيفاش كانت الإجراءات باش يعني تدي التذكرة وكيفاش؟ بون السلام عليكم. لحقنا المطار نورمال، رحنا للقيشي عطينا لهم لي باسبور، عطاونا لي كارت داكسي تاعنا نورمال وبيان كيما يقول لك قاموا بنا كيما يحب الخاطر يا اخو. طيب يا اخويا قول لي فقط يعني كيفاش الاجواء هنايا تاع المناصرين وشنو هي تحضيراتكم كمناصرين؟ يا اخويا احنا وشوف احنا رانا هنا قاعد دزاير قاع راهي هنا ودزاير قاع راهي راح لمصر، كيما يقولوا احنا رانا رايحين اوبجيكتيف باينه، رايحين نجيبوا لاكوب ان شاء الله ونفرحوا قاع 42 مليون ل 43 مليون جزائري. واحنا كيما نقول لك كاين اللي عندهم الحظ هم رايحين راح يساندوا المنتخب الوطني في القاهره، واللي ما قدرش الله غالب حيعاونوا هنا في البلاد، وان شاء الله كيما يقول لك يفرحونا كيما احنا رانا رايحين. انا مخليين ديورنا لافامي الخدمه تاعنا رانا مخلينهم مورانا، انا رايحين نساندوا المنتخب الوطني وان شاء الله نجيبوا لاكوب ونفرحوا كاع الشعب الجزائري ان شاء الله. ان شاء الله خويا. نعم هي الالوان الوطنيه تنادي. طبعا المناصرون هنا كلهم على استعداد توجه للقاهره ومسانده المنتخب الوطني. مرحبا بك خويا، قل لي كيف شفت الاجواء هنايا وهي تحضيراتكم انتم كمناصرين؟ انا نشوف فيكم يعني عندكم هذاك الحماس من اجل التوجه الى القاهره. بون السلام عليكم. رانا في المطار ونكتب ربي يروحوا على 12 تاع اللي رايحين، على الوحده تاع اللي رايحين، ولو كان نروحوا ابي ليسونسيال كحلوشه نجيبوها ونجوا. ان شاء الله ان شاء الله. حنا الهدف تاعنا ليزالجيريا، الجوع ولا الرجوع؟ ما كان والو، حنا نحبوا نجيبوا لاكوب وباذن الله لاكوب تاعنا سنا. ان شاء الله بربي غير تاعنا سنا ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. 1 2 3 فيفا لاجيري، 1 2 3 فيفا لاجيري. هكذا الاجواء، هكذا الاجواء. السلام عليكم. هم يقولون البي 10 و59 ان شاء الله. اذا نعم مناصرون اخرون الحراك نكتب ربي الحراك معليش نديروا في مصر ان شاء الله. يا روسي انت معنا على مباشر من مطار هواري بومدين الدولي، والانصار المتوافدون بقوه للتنقل إلى القاهرة المصرية لمناصرة المنتخب الوطني. نعود لك وليد معمري، نبقى دائما مع المنتخب الوطني الجزائري. كما قال مصطفى يقول لك بأنه البعض من قبل كان يقول لك في عهد رئيس السابق كان لها الفضل، ولكن البعض ينتقد رئيس الحالي ويقول لك الفضل لجمال بالماضي فقط. هل تشاطر في مقال؟ لا، هي اولا عندما تكون النتائج الايجابيه تنقص الانتقادات نوعا ما، لانه النتائج تغطي كل شيء، لكن ليس من اللائق وليس من الاخلاقي ان
نبخس الناس حقهم، لانه النجاح هو الجميع يساهم في النجاح. كما نحملوا المسؤوليه للجميع عندما تكون نتائج سلبيه وننتقدوا، نبداو من راس الهرم حتى لاسفل الهرم نبداو ننتقدوا، كيف عندما تكون النتائج الايجابيه لازم نعطيو الكل ذي حق حقه. اوكي، بالنسبه كما قال مصطفى، اللاعبين يعطيهم الصحه وعندهم الفضل، الطاقم الفني والمدرب جمال بالماضي اعاد الروح للمنتخب الوطني، ولازم نعترفوا له ولازم نقولوا باللي عنده فضل كبير. ايضا هناك فضل للاتحاديه كما قال، كما يقول لك صح بلمزيتهم بصح يعطيهم الصحه لانهم وقفوا مع هذا المنتخب. انا مانيش نتكلم من فارغ، راني نتكلم وفق التصريحات اللي راهم يقوموا بها الانصار، لان نشوفها في المباشر شحال من خطره الانصار يتكلموا يقولوا الاتحاديات صح سهلت لنا التذاكر، بغض النظر على ما تقوم به مع اللاعبين، سهلت لنا الدخول الى الملعب، سهلت لنا التذاكر، ولا الحمد لله دخول المباراه سيكون مجانيا يعني لكل مناصر المنتخب الوطني. هذه كاين امور اللي تحسب ايضا للاتحاديه. الانسان كما يقول لك ما يبخش الناس حقهم، والفضل يعود للجميع من لاعبين، طاقم فني، اتحاديه، الجميع. كما قلت لك الا كانت نتائج سلبيه ننتقدوا الجميع، مادام كاين نتائج ايجابيه ووصلنا للنهائي لازم نعطيو لكل ذي حق حقه والفضل يعود للجميع. كلام جميل وليد. محمد مهوبي، لو نتحدثوا على الجانب البدني للاعبي المنتخب الوطني، اليوم لعبوا 6 مباريات ولو ندقوا 5 مباريات فقط للاعبين الاساسيين، 6 مباريات للمنتخب ككل. لو تقول لي بدنيا اليوم اللاعب الجزائري ظهر بصوره يعني ولا واحد كان يتصور لاعب اللي يلعب لك 120 دقيقه امام كوت ديفوار ثم يلعب لك 90 دقيقه امام نيجيريا ويسجل لك الهدف وبعدين يجري لك كانه لاعب تاع الالعاب القوى. وشنو هو السر اليوم في هذا الجانب محمد؟ السر باين، السر ما كان سر، هو العمل. العمل هدف اللاعبين هذه المجموعه كلها الحاضرين، يعني ما كناش نشوفوه من قبل في المنتخب، انهم يعملوا في فرق اوروبيه محترفه بطريقه علميه وبعمل تكاملي، هذه واحده. الشيء الثاني انك لعبنا في اول مره في فتره تاع الصيف، يعني اللاعب مضطر انه يمد كل ما عنده من بدن. علاش؟ لانه اول شيء ما يخافش على اي اصابه او اي تعب باش يعاود يدير ريبرون سيستم دو كومبيتيسيون دو فاز روتور كما كانت في الاول. كانت في الاول تجي في شهر جون فيفري، خايف على الصحه تاعك، خايف على ان بليسيور، خايف تضيع مكانك اللي ربما اللاعب اللي موجود في فريقك يدخل ينشط في غيابك مده 3 مقابلات او 4 مقابلات في فريقه وياخذ لك مكانك. هذه الاشياء كلها تنزعت، هذا الضغط السلبي مشى، اصبحت اليوم وش قادر تمد للمنتخب. وزاد التحضير الجيد بعد الفتره هذيك، كل الفرق جو بقوه واحده، كل اللاعبين. لان زمان وش كان الفرق الافريقيه اللي عندهم لاعبين تاع لوكرو مثل مصر او بعض البلدان الافريقيه يجوا احسن منك، يجوا احسن من الجزائر، احسن من السنغال. الفرق هذول اللي يضموا لاعبين محترفين 90 او 80 او 100% او 95% من الفرق تاعهم. علاش؟ لانه هو يدخل في تربص قبل ما تدخل. انت عندك ريدات فيفا هو ما عندوش ريدات فيفا، بدون مقابلات تطبيقيه، ولكن يعمل من الجانب التكتيكي، من الجانب التحضير البدني، من جانب اشياء كثيره. عاودت حبيت نولي نقطه واحده اللي الناس قالت علاش ما غيرش. اقترح نحي لك الكره يا محمد، لانه بقات لنا 4 دقائق خلينا نقسمهم بين محمد ومصطفى. لاعبين بالماضي ما غيرش اللاعبين هذا، انا كمدرب، لانه كان شايف روحه رايح للوقت الاضافي، عنده اربع تغييرات في الوقت الاضافي يغيرهم كما يحب. يعني 45% من الفريق خاصة في وسط الميدان. كلام جميل محمد، شكرا لك. الهجوم يكون احسن من الفريق الخاص. محمد راحم، كلمة حول هذه المباراة النهائية. والله غير مقابلة كما قلنا مع بداية الحصة، مقابلة صعيبة للفريقين. دونك وين افون زيد كنا ماشي احنا اللي فافوري، دوكا تقلبت الآية. واش توقع اليوم امام منتخب السنغال؟ نتوقع ان شاء الله كما كان يقول مصطفى، بون انسان هذه كرة قدم ما فيها كاع
فكاع ما نقدروش نقول احتمالات. مي حنا رانا عندنا حدود اكثر من السنغال لعده ظروف، لعده ظروف عندنا نكونوا حنا نقولوا الفافوري، مي ولكن الحذر مطلوب. بالحذر مطلوب ونظن اللاعبين على بالهم لك على بالهم، خاصه المدرب، لان قلنا قلت لك المدرب ديالهم على باله واش راه يدير الميساج ديالو، يجوز كوركتيمون اللي انتخان دو ترافاي افيك كيما يقول لك سو لو بلون ميثودولوجي بزاف. حتى كنشكروا الستاف ديالو، انا كنت عندي كيما يقول لك زملاء ديالي في فرنسا كانوا يكلموني على ان سيرتان سليم وبوراس وهادي، قال لي عنده ستاف يقدموا الكثير في المنتخب ايضا في المستوى خدم معاه في الدحيل، خدم معاه في وين خداه، وين مشى بالماضي خدموا معاه مصطفى، خدا كاس الخليج، خدا الدحيل ثلاث مرات ولا اربع مرات. يا محمد راحم مرر لي الكره لمصطفى، خذها مصطفى ما زعفش علينا، اضربها تديها مصطفى. انا شوف انا تكلمتهم قبيله على الفيزيك، انا شوف فريق اللي دار تضحيات، انا باش الجمهور يعلم باللي هذا الفريق بالماضي كيحكم الفريق على بالك لا بريباراسيون تاع لاكان، اللاعبين ضحاو حتى بالعيد ايام العيد، عيد ما عيدوش مع العائلات نتاعهم كونتريرمون ما سبق، ميم في الريفيو عطيو لهم الروبو. دونك شوف يعني ليطا ديسبري هذاك الساكريفيس هذاك اللي درناه الحمد لله هو يعطي ثمار. حرام 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 ما نديوش لا كوب دافريك. انا نقول لك انا جي طاب لي سير بالماضي، ميم بارابور لي كريتيك اللي كان يتلقاها، على بالك تلقى انتقادات ثاني لاعب محرز، على بالك طحت المخالفه. واش قلت انا؟ والله العظيم غير قلتها، قلت لها لاعب غير عادي سوف يسجل هدف غير عادي في وقت غير عادي، وصرت الحمد لله. والنداء الاخير نوجهه للانصار تاعنا، يا انصار تاعنا يا بطوليين، راكو درتوا ملحمه ثانيه تاع ام درمان، نروحوا لتما نجيبوا لا كوب. كما قلت لكم خطيونا من السياسه، مش سي با المومون ياك، ما نهضروني على السيسي على مصر ني على ابو تريكه، حنا لوبجيكتيف نروحوا نجيبوا لا كوب ونوليو ونديروا ان شاء الله الاعراس، وان شاء الله ابري ماشي بالطوموبيلات، ماشي بالطوموبيلات جوستومون، هذا هو الميساج. لازم نفرحوا، ما لازمش نموتوا، نفرحوا لازم نفرحوا ما نموتوش، وكي نوليو ان شاء الله جوست ابري لازم نكابيتاليزيو هذا لاكي، هذا ليكسبلوا اكسترا اوردي اللي ما كناش ننتظروه. هذه ان شاء الله حقيقة. مصطفى وان شاء الله حضورك 1 2 3 في فالجيري. شكرا لك يا محمد راحم، شكرا لك، ميرسي حتى لك، شكرا دائما على تلبيه الدعوه. الله يسلمك عمر خويا، وشكرا موصول لمحمد ميهوبي، شكرا لك. شكرا. ووليد معمري الاعلامي المتالق معنا دائما. شكرا عمر، ولا لو تسمح لي تهنئه لرانيا بن طافت، حصلت على شهاده البكالوريا، وحظ موفق للشقيقه تاعها لبنى بن طافت. اذا مشاهدينا الكرام، فيها ايضا تهنئه بمناسبه شهاده البكالوريا، حنين بالمير هكذا يقول لي الزملاء، هنيئا لكل اللي تحصلوا على شهاده البكالوريا، واللي ما تحصلوش عليها ان شاء الله العام المقبل ان شاء الله يتحصلوا على هذه الشهاده ان شاء الله. وايضا فيه علاء الدين عيادي، هو ايضا تحصل على شهاده البكالوريا، نهنيوه. وايضا يا مصطفى بعث لي رساله الاخ تاعي يقول لي باللي نحبه كثير مصطفى، اخويا ابو علام هذا، ان شاء الله نكونوا في المستوى والحقيقه ثم الحقيقه. شكرا لك مصطفى، شكرا لمحمد ميهوبي. المشاهدين الكرام، اذا الموعد يتجدد غدا ان شاء الله، وان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني بالكاس الثانيه امام منتخب السنغالي. شكرا لكم، الى اللقاء.